عليكم. كاميرون غانا، كاميرون غانا، المقابلة الشيقة، مقابلة اللي شلنا كيفاش المقابلة ملاعبين الشوط الأول، وين شلنا كيفاش المقابلة كانت شيقة، الشوط الأول كان شيق، الشوط الأول كان هجمة بهجمة، رغم أن شلنا كيفاش الكاميرون كانت عندها شوية سيطرة في بعض الأحيان، وين كانت مسيطرة، وين شلنا الاستحواذ الكرة 61% للكاميرون، 39% الغانا، شلنا الهجمات، وين شلنا الهجمات الخطيرة 7 الكاميرون، 5 الغانا. المقابلة نقولوا بلي مقابلة كانت شوط أول، شوط تاع فرص ضائعة، خاصة وين الكاميرون نقولوا بلي لابيت نوار تاع غانا، وين 5 مقابلات الأخيرة، 5 مقابلات الأخيرة اللي شلنا كيفاش وين شلنا كيفاش 2001 غانا الكاميرون 1-1، وين هذه في لي كوب، في الكوب دافريكا شلنا غانا 2002 غانا الكاميرون، كاميرون ربح 1-0، شلنا الكاميرون 2002 غانا الكاميرون فاز على غانا 2-0، يعني 5 مواجهات الأخيرة غانا الكاميرون كانت مسيطرة في كاع المقابلات اللي لعبوهم. ونقولوا بلي شلنا كيفاش الكاميرون اليوم راه يلعب بطريقه، راه يلعب 3-4-3، وين مقابله شويه نقولوا خطه، كل مدرب وراه يلعب بخطه تاعه، خطه اللي نقولوا بلي خطه محكمه، خاطش عليه كي تشوف المقابله كيفاش هي تلعب، تشوف الشوط الاول، تشوف هجمه بهجمه، تشوف خاصه وين الخطر دائما وين كان يجي من عند الكاميرون، وين غانا نقولوا بلي الخطه تاعها اللي تلعب فيها هي تلعب بربعه 2-3-1، وين 4-2-3-1، يعني ما غاديش تكون مقابله سهله، خاصه في الشوط الثاني، وين شلنا الشوط الاول لاعبين عطاو كاع اللي عندهم، بقات ما بين المدربين، خاطر هذا الوقت اللي رانا نشوفوا فيه المدربين هما اللي يفوزوا بالمقابله، تحط بلونشيما تاعك، تمشي اللعابه، كل لعاب وتحطه في المكان تاعو، كل لعاب ويخدم الخدمه تاع اللي يقولها له المدرب، واللعاب يزيد ديك 30% من عنده، تشوف الخطه تاع المدربين كيفاش في الشوط الثاني، وين المدربين فاني جابوا خطط جهنميه معاهم. كاين فرق، كاين منتخبات عندهم لاعبين ضعفاء، بصح شتي لا تصيب عندهم مدربين. تشوف اليوم، تشوف غانا الكاميرون راهم وزن ثقيل سي محمد، ما راش هذه غانا الكاميرون. على ذلك حنايا المقابله اليوم من احنا كعشاق للكرة القدم نبغوا تشنا كيفاش نقولوا الاخوه اي اللي يعجبوني بزاف هذو، وين توماس، وين فانيك، وين اللاعبين هذو اللي عندهم حلول، خاصة تاع غانا اللي يلعبوا كرة فاني كرة جميلة، وكل على بالك في زوج كي الكاميرون كي غانا، تعرف بلي في زوج عندهم حلول، في زوج يقدموا مستويات كبيرة، ماشي قضية تاع غانا غادي تسيطر وكاميرون دافع، لا تسيب كاميرون فانيك كاع اللعابة كي تشوف الكاميرون، تشوف عندهم في الهجوم، شوف لاعبين اللي عندهم حلول، كي تشوف في غانا تسيب لاعبين اللي عندهم حلول، يدير لك حلول في المقابله. على ذلك حنايا اليوم نقولوا بلي غانا كاميرون شوط اول من اروع ما يكون، حماس بزاف، المستوى عالي جدا، ضغط رافع، يعني لازم تكون بريباراسيون، لازم يكون عندك مدرب ويكونوا عندك لعابه باش تقاوم، خاطر على ناس قلعت راحت، ناس قلعت راحت، الحمد لله يا ربي، ناس قلعت راحت، وحمزية حنايا عندنا لاعبين محترفين مزيه، وين فانيك ما ننساوش غانا الكاميرون
اللي فاز في الجولة الأولى ويحوس يفوز في هذه المقابلة والمرور مباشرة بدون حسابات في المجموعة يفوت في المرتبة الأولى، وين غانا يحوس باش يفوز فانيك بعد التعادل أمام البنين، وين الكاميرون فاز في الجولة الأولى على غينيا بيساو. على ذيك المقابلة عندها خصوصيات تاوحة، عندها نقولوا بلي كل فريق ويحوس خاصة في الشوط الثاني. أنا تبلي غانا الكاميرون اللي رايح يسجل رايح يفوز. فرق في زوج كبيرة، فرق في زوج عندها تاريخ، سبحان الله. فرق في زوج عندهم تاريخ، وين الفريق اللي رايح يفوز اللي رايح يسجل الأول هو اللي غادي يفوز. هذيك المقابلة الشوط الأول نقولوا بلي الشوط الأول وين شنا الكاميرون وين ضيع فرص حتى غانا وين ضيعت فانيك ضيعت بصح سيلا. نبقاو نشوفوا في الكاميرون، الكاميرون كان عنده باش يدير باش يسجل هدف السبق في الدقيقة، خاصة في الدقيقة 17 والدقيقة 25، وين كان راي وين شنا ايو فانيك في الدقيقة 33 في الدقيقة 33 وين كان رايح يسجل الهدف، هدف الأول فانيك الغانا. شنا كيفاش فانيك نقولوا بلي الكاميرون كانت عندها زوج هجمات معاكسة وين ما استغلوهمش للتسجيل. شناهم كيفاش، شنا فانيك غانا وين قدمت فانيك شوط أول لا بأس به، شوط ينذر بأن الشوط الثاني سوف يكون شوط كبير، شوط خاصة الشوط الثاني اللي غادي يكون تاع مدربين. ونعرفوا كي غانا كي الكاميرون عندهم مدربين يعرفوا يقراوا المقابلة، يعرفوا كيفاش يقراوا المقابلة، يعرفوا كل واحد عنده الأوراق السرية تاعو، كل واحد عنده خطة سرية تاعو باش تشوف لاعبين كيفاش التغيير في الخطة، تغيير في الأماكن، خاصة وين شنا كسموم غانا وين شويه في الميليو تيرا شويه كانت ناقصه في الميليو تيرا. خاطش عليه كي تشوف انت يا قدامك الكاميرون كيفاش تلعب بزوج تمريرات ثلاث تمريرات تسيبها عند الدفاع تاع غانا، هنا تعرف بلي كاين الخلل على الجهه، خاصه على الجهه اليمنى وين شنا عند الكاميرون الجهه اليمنى ثقيله بزاف. وين غانا شنا كيفاش يتلعب، كيفاش شنا كيفاش غانا راهي تلعب. غانا هي اللي نعرفوها باللي تحل اللعب، وشنا ميم الكاميرون حالي اللعب في زوج راهم يلعبوا كرة قدم، في زوج راهم يدوروا بولا مليح كاع في زوج. خاطش على ذيك من الصعب التكهن بنهاية شكون اللي غادي يفوز في النهاية. شنا كيفاش البريمير ميطون، شنا الكاميرون شحال ضيعت، شنا غانا شحال ضيعت. خاص وين غانا عندها الديفونس تاعها ثقيله بزاف، ميليو تيرا خاصه. خاطش على شنا كيفاش راه يلعب بطريقه يحوس باش يغلق المنافذ. شنا المدرب تاع غانا كيفاش يحوس يغلق المنافذ في خط وسط الميدان، لكن بدون جدوى امام قوه الكاميرون. شناهم التوغل تاعهم، شناهم كيفاش راهم يلعبوا الكرات، خاصه وراهم يلعبوا الكرات طويله. كي تشوف نتايا الكره تشوف من تمريره واحده تصيبها عند لاتاكون، تمريره واحده الكرات، خاصه وين غانا راهم يلعبوا الكرات الطويله، التمريرات الطويله. تشوف المقابله تعرف تشوف كيفاش راهم يلعبوا. وشنا غانا مبلع في الميليو تيرا بصح بدون جدوى، خاطش عليه كاميرون فور راهي فور في راهي فور. الكاميرون كيفاش راهي تلعب بخطه ذكيه، راهي تلعب ماشي تلعب لي كونتر، راهي تلعب على الاطراف. كيفاش تشوفهم يدخلوا الاطراف، خاطش عليه عاد سورتو الجهه اليمنى في لا ديفونس تاع غانا راه ثقيل بزاف، والكاميرون يتلعب بزاف عليه، يتلعب بزاف عليه الكاميرون يتلعب عليه بزاف، وراهي مركزة اللعب عليه بزاف. بصح نشوفوا ما بين الميتو والميتو غادي نشوفوا المدرب كيفاش يحوس كيفاش يبلع ديك الجهة، تغييرات أو تغيير الخطة. خاطش عليه
كامل. غانا غانا عندها صح، غانا عندها بيراطك تاعها، غادي الى جا الى جا الى جات لوكازيون تاع هدف ولا جات هجمه وين غادي ما نشوفوش غانا تضيع اهداف بزاف. غادي نشوفو 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 دوزيام ايتو، غادي نشوفو هدف، نشوفو هدف من جانب واحد اللي غادي يفوز، اللي غادي يسجل هو اللي يفوز بالمقابله. هذه هي، وبعد المقابله نشوفو ان شاء الله.